أي الأخوان السلام عليكم متابعين دائمين كنور على اليوتيوب. حبست ل الفيسبوك كامل يعني الباج الجروب وداك شيء كامل. لو كان يتكون صنطرة حالين على 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 لاشين جالي. غادي نحاول ندير لكم دي فيديو اللي هما انتريسون ودي فيديو اللي بغينا نستافد منهم. حاليا كان عند واحد الشركه في كندا اللي عندهم مشكل مع واحد الطوموبيل ما لقاوش لها الحل، دونك عيطوا ليا باش نقدر انني نلقى لهم الحل ديال المشكل ديالها. عندها مشكل ديال ترانسميسيون فوالا، دونك كاين مشكل ديال ترانسميسيون. جبت السكانر ديالك وانا خدام عليها، فدابا خدام عليها باش نقاد لهم البلان ديالها. وهذا ما كان كما تبان لكم هما سبيسياليزي في لي ترانسميسيون ميم اللي كنهضروا على لي توين كلاتش. انا اللي كنجي نقاد لهم السن هنا، دونك هذا الشيء علاش ما كنحتاجش انني ندير فلوس من يوتيوب. اخوان تبعوا معنا، غيكونوا دي فيديو ما بغا يضيعوكوش. انا حاول نكتب في البوست تيست اوكي.